السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم سامي منصور، مطور مواقع انترنت. اليوم الدرس تبعنا كيف نضيف محرر صور على المحرر النص تبعنا اللي هو التني ام سي اي. مثلا لو اجينا هنا على ابلود ايمج، اوكي، ما هيعطينا انه نقدر نختار من الجهاز تبعنا. المفروض انه هنا انه احنا نكتب له الرابط تبع الصورة. طيب مثلا لو اخترنا صورة من عنا من الانترنت، مثلا اللي هو تني ام سي، مثلا ناخد ايمج، مثلا هذه الصورة لو قلنا open on new tab او open image in new tab عشان ناخد الرابط تبعها. اوكي، لو يجينا هنا على المحرر تبعنا نسوي له سيف، راح يضيف لنا اياها عنا في المحرر. تمام، لو سوينا سيف نشوف النتيجة تبعتنا. هيصير عنا البوست، هو ضاف لنا باراجراف اللي هو الايمج، حول لنا اياها كايمج اس ار سي وحط الرابط اللي احنا كتبناه وكتب الويد تبعها والاي، وبعديها حط سامي منصور مايند سيمس. اوكي تمام، معناته احنا شغلنا مظبوط. هنضيف مكتبة الفايل مانجر، اوكي، من تطوير اليكس اوسماي لارافيل فايل مانجر. اوكي، كيف طريقتها؟ هنتبع الخطوات مثل ما هو شرح لنا. للانستليشن هنيجي نكتب الكومبوزر ريكواير اليكس اوسماي لارافيل فايل مانجر في الاديتور تبعنا. هنيجي نفتح التيرمينال، هنكتب الكومبوزر ريكواير، اوكي، نستنى عليه لحد ما يخلص. نشوف ايش الملف الثاني. هذا الكود انه في حالة انه احنا بنستخدم لارافيل 5.4 او اقل، معناته ان احنا حاليا ما احنا بحاجته لانه احنا شغالين على لارافيل 7. نسوي ببلش للكونفيج. تمام، الان نزل لنا المكتبة، ننزل الكونفيج. هيقولنا هنا انه سوينا كوبي في الكونف، كوبي للفايل هذا في مجلد الكونف في ملف اسمه فايل مانجر دوت بي اتش بي. لو نيجي نشيك عليه هنا في الكونفيج هنلاقي فايل مانجر. هنا عندنا بعض الاعدادات اللي احنا ممكن نعدل عليها بحيث انها تتناسب مع المشروع تبعنا. طبعا انا ما راح اعدل فيها اي حاجة، اخليها مثل ما هي، لكن انتم في حالة انه حابين تعدلوا على الباكج بحيث انه تتناسب معكم مع متطلباتكم، تقدروا انكم تقرأوا الدوكيومنتيشن تبعتها وتساووا الاعدادات اللي بدكم اياها. هنا بقولنا انه نضيف مكتبة الاوسم، الفونت اوسم، وطبعا مكتبة البوتستراب احنا منزلينها اوريدي، فمعناته احنا ناخذ مكتبة الفونت اوسم، هنروح على الاب دوت بليد قبل الاب دوت سي اس اس، هنضيف مكتبة الفونت اوسم اللي هي فيرجن 5.7، وهنضيف اللينك تبع الفايل مانجر اللي هو اضاف لنا اياها بالفندور فايل مانجر سي اس اس فايل مانجر دوت سي اس اس. طيب خلينا نشيك على هذا الملف اذا كان موجود عندنا او لا. عندنا هنا بالفندور ما نزلنا الفندور من مكتبة ما نزلنا الملف تبع الفيندور فايل مانجر سي اس اس فايل مانجر، اوكي، فمعناته احنا بدنا نسوي انستول للفايل مانجر. هنسوي بي اتش بي ارتيسان فيندور ببلش اللي هو التاج تبع الاسيتس، اوكي، عشان ينزل لنا المكتبة هذه. اوكي تمام، الان ضف لنا مجلد في البابليك اسمه فيندور، وفي الفيندور مجلد اسمه فايل مانجر. نيجي نشوف هاي البابليك، هذا الفيندور، هذا الفايل مانجر، هنا مجلد السي اس اس، وهنا ضفنا ملف السي اس اس تبع الفايل مانجر. معناته عشان نتأكد انه صحيح، assets vendor file manager
css اللي هو فايل مانجر دوت css. الان صحيح هذا الكلام. نيجي ننزل المكتبة اللي بعديها اللي هي اول حاجة ننزل مكتبة الجافا سكريبت تبعت الفايل مانجر، ناخذها معنا. خلينا نضيف هذه المكتبة عامة لانه احنا هنستخدمها، نضيف مكتبة الفايل مانجر بشكل عام في الاب دوت بلاي لانه راح نستخدمها مع التيني ام سي اي، وراح نستخدمها مع السي كي اديتور، وراح نستخدمها مع السمر نوت. اوكي، فنخليها في الاب دوت بليد. تمام، كيف بدنا نعرفها عنا على التيني ام سي اي؟ هنيجي على الكونفجريشن، هنا حاطط لنا الكود. طبعا بقولنا تاكدوا من اعدادات البي اتش بي ماي دوت اي ان اي اللي موجوده في الزامب مجلد بي اتش بي في الملف بي اتش بي دوت اي ان اي، نتاكد منه القيم تبعت القيمتين هذه عاليه اللي هي البوست ماكس سايز والكلاينت ماكس بودي سايز في مجلد الانجن اكس او الاباتشي بالاصح. وهو هنا ضايف لنا ايمجز وببليك. عندنا هنا في ديسك سيتنجز اكزامبل هو ضايف لنا مكتب باث جديد لتحميل الصور، اوكي، نسميه ايمجز في مجلد الكونفيج فايل سيستمز دوت بي اتش بي. راح ناخذ هذا الكود نضيفه عندنا، هنروح على الكونفيج فايل سيستمز، هنضيف هنا عندنا اللوكال وعندنا البابليك وعندنا الاس 3، طبعا هنضيفه في اي مكان. الايمجز طبعا هو مؤشر الروت انه يكون في البابليك باث، يعني في مجلد البابليك على مجلد اسمه ايمجز. طيب عشان الترتيب احنا نضيف مجلد قبله اسمه اسس، اوكي، ونخلي بداخل الاسس مجلد اسمه ايمجز عشان يرفع لنا الصور عليه. فمعناته هنضيف مجلد هنا في البابليك اسمه اسس، وهنضيف بداخل الاسس مجلد اسمه ايمجز للترتيب لا اقل ولا اكثر. في حالة انه احنا بدنا نستدعي اي صورة من داخل هذا المجلد هيكون الرابط تبعها اللي هو مثلا what you see is what you get to test slash images. اوكي، يعني هذا الاسس هيكون مخفي، وممكن انه احنا نضيف كمان الاسس في حالة رغبتنا انه نخلي الروت يكون assets slash images. اوكي تمام، فمعناته نسكر التيرمينال نكمل الشغل تبعنا. نرجع للدوكيومنتيشن، هنضيف اسم images في الكونفيج فايل مانجر الملف تبع المكتبة، هنضيف images كمان في الديسك ليست. هنروح على الفايل مانجر، هنروح على الديسك ليست، نضيف images. اوكي تمام، في كمان قسم لل ACL اللي هي الـ Access Control List، بحيث انك تعطي صلاحيات للمستخدمين عندك في الـ Framework. مثلا اذا انت عندك برنامج فيه مستخدمين كثير، مثلا Admin, Editor, Supervisor, Customer، بدك تعطي لكل واحد صلاحية، ففي عندك هنا قسم خاص بالـ ACL اللي هي Access List, Access Control List. اوكي، وفي عندك بالـ Events وفي عندك بالـ Updates اذا انت حابب انه مثلا تضيف رسالة تعطي لك تنبيه انه في احد ضاف صورة عندك بالايفنت او في الابديت انه اذا احد عدل على صورة مرفوعة مسبقا. طبعا احنا ما راح نستخدمها. هنا بقول لك في عندك الريكويرمنتس للباكج هذه اللي هي جي دي ليبراري، تتأكد انك انت منزلها عندك على البي اتش بي GD library or magic for intervention image. معناته احنا لازم ننزل كمان هذه المكتبة عندنا. طبعا هذه من اقوى المكتبات تبعت تعديل الصور والموديفاي تبعت الميديا، اوكي، هي تطوير اثباتي. اوكي طبعا انا في كل مشروع بشتغل عليه لازم انزل المكتبتين هذول اللي هي الانترفينشن ايمج والانترفينشن ايمج كاش. فمعناته ان خلينا ننزلها عندنا، الانستليشن تبعها
جدا سهل. PHP Composer Require Intervention Image هنضيفه عندنا في المشروع تبعنا. نفتح Terminal سوي بيست. طبعا انا معرف عندي الكومبوزر جنرال از جنرال على الكمبيوتر فما بحتاج عفوا بي اتش بي كومبوزر. هينزل لنا المكتبه ونعرف البروفايدر والالياس في ملف الكونفيج سلاش اب دوت بي اتش بي. طيب الان نزل لنا اياه، نعرف الملفات في كونفيج اب دوت بي اتش بي. هننزل على الباكجز الباكج سيرفيس بروفايدرز، ولا ننسى الكوما. هننزل ناخذ الالياس نضيفه عندنا، ولا ننسى الكوما. طبعا عندنا ممكن انه احنا نسوي ببلش للكونفجريشن عندنا في اللارافيل عشان نستخدمها بشكل عام. نسوي ببلش معناته هنا اضاف لنا ملف الايمج في مجلد الكونفج، واضاف لنا الايمج كاش في مجلد الكونفج. احنا ما راح نسوي اي تعديل عليهم حاليا، مجرد تعريف. هذا لللارافيل 4 ما هنستخدمها. طبعا هننزل هنروح على الايمج كاش، هنروح على الايمج كاش عشان كمان نسوي لها انستول. كومبوزر ريكواير انترفينشن ايمج كاش. طيب كيف بدنا نضيف الانتجريشن؟ هنروح على صفحه الانتجريشن. هنا بالنسبه للتي نيم سي اي هناخذ هذا الكود ونضيفه عندنا تي نيم سي اي 5 في التي نيم سي اي بليت. بعد التول بار نتأكد انه هنا في كوما، هنضيف الكود تبعه. طيب لو سوينا PHP Artisan Route List نشوف في عنا هنا اضاف لنا Routes اللي هي الفايل مانجر مع CK Editor، في اضاف لنا مع السمر نوت، واضاف لنا مع التنين MCE 5. معناته هذا الرابط تبع التني ام سي 5 اوكي هيشتغل على الويب، يعني كل المستخدمين اللي على الموقع راح يقدروا يستخدموا التني ام سي اي اوكي. طيب خلينا نشوف ايش صار عندنا في الايديتور تبعنا بعد الاضافه. هنسوي ريفرش، هنروح على انسرت ايمج، اضاف لنا هنا زر السورس زي ما انتم شايفين. لو ضغطنا عليه هيطلع لنا الفايل مانجر، طبعا ما في لنا ولا صوره. لو سوينا ابلود اوكي سلكت فايل، هنختار مثلا صوره، مثلا لو اخترنا اي صوره، صوره الفواكه هذه اوكي، هي طلع لنا المعلومات تبعتها اللي هي 24 كيلو بايت. وهل بدك اياها اذا كان الفايل موجود انه يسوي لها سكيب او اوفر رايت الكتابه على الصوره الموجوده. هنسوي له سبميت، اضاف لنا الصوره هنا اوكي. هناخذ هاي سيلكت، اضاف لنا اياها في الايمج، هي حط لنا الراوت تبعها اللي هو وات يو سي از وات يو جيت دوت تيست اسيتس ايمجز 04 جي بي جي. ممكن انك تحط لها alternative description، تتحكم بالود تبعها والهايت، تساوي سيف، نزل لنا صورة في المحرر تبعنا اوكي. طيب لو بدنا نضيف فيديو نفس الحاجة، اضافة فيديو هنا يقولنا upload للفيديو. طبعا احنا ما في عندنا فيديو، لو نسوي upload للفيديو عندنا هنا مثلا انا عندي هنا ملف mp4 submit، اضاف لنا الفيديو mp4، نسوي له select، اعطانا الباث تبعه، ونسوي له save. حاليا اضاف لنا اياه اوكي. لو سوي preview الان هي هذه الصوره وهذا الفيديو، بنقدر ان نشوف ايش هو. تمام.
لو سوينا سيف هيطلع لنا انه ضفنا الايمج وضفنا الفيديو عن طريق كو تاج ال HTML5 فيديو. اوكي تمام، هيك احنا سوينا انتجريشن للفايل مانجر مع التيني ام سي اي، وخلصت الحلقة تبعت اليوم. الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون انتجريشن للسي كي اديتور، ونسوي محل انتجريشن مع الفايل مانجر. لا تنسونا من الدعم والسبسكرايب واللايك ونشر القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اي جديد، ويعطيكم العافية.